في صورة النهاردة ظهرت أوباما ومصطفى محمد، وده أول صورة تظهر لأوباما بعد شفائه من كورونا. ها قدامكم، ها يعني دي أوباما يظهر مع مصطفى محمد في سيلفي، في أول صورة تطلع لأوباما بعد ربنا ما شفاه من كورونا. الحمد لله بالسلامة بوم، وإن شاء الله دايما بالتوفيق والنجاح. كمان خلينا نقول ألف سلامة لعبد الله جمعة، يعني ربنا يشفيك يا عبد الله. أعلن أن عينته ما زالت إيجابية، وربنا سبحانه وتعالى يشفيه وينعم عليه بالصحة والعافية. ألف سلامة يا عبد الله. أيضا من أخبار نادي الزمالك، حسام أشرف وأسامة فيصل أيضا كما ذكر الوطن أصيب بكورونا. ألف مليون سلامة لهم، وإن شاء الله بإذن الله يقوموا بالسلامة، حسام أشرف وأسامة فيصل. إن شاء الله يا حسام أنت وأسامة تقوموا بألف سلامة وعافية إن شاء الله بإذن الله تعالى. كمان الكابتن أشرف قاسم النهاردة كان ليه تصريحات عايز أقف قدامها، يعني يمكن أفردتها كثير من المواقع منها مصر العربية، وأنا يمكن انفردت على تويتر إن النهاردة أشرف بن شرقي استلم فلوسه 750 ألف دولار، ما يساوي 12 مليون جنيه مصري، وحصل بذلك على جميع مستحقاته. وده اللي قاله الكابتن أشرف قاسم، جميع لاعبي الفريق حصلوا على شيكات بمستحقاتهم بعد مران الثلاثاء، يوجد حرص على صرف المستحقات من أجل تحقيق التركيز في المباريات القادمة في الدوري وأفريقيا. ده كان كلام الكابتن أشرف قاسم. وأنا هنا عايز أقف وقفة مهمة جدا، الفلوس اللي بيتكلم عليها الكابتن أشرف قاسم دي هي عبارة عن المستحقات اللي كانت تضمن للزمالك ان ما زالت لعيبته ملكه. خلي بالك لسه في دفعات ولسه في فلوس كتير، ولكن قبل ما ياخدوا اشتكات اللعيبه الثلاثاء كان ممكن اي لاعب يتكل على الله زي حمدي النقاز. والكلام اللي طلع قاله امير مرتضى ان هي نسبه بسيطه 1% ولا 2% ولا 5% ومليون جنيه ولا 2 مليون جنيه يطير وراها، هذا كلام عاري تماما من الصحة. وعلشان كده لازم ندي الكابتن أشرف قاسم حقه، وندي الكابتن أيمن يونس حقه، والكابتن عبد الحليم علي، واللجنة التي تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكري المستشار الجليل، لأن لولا إنهم هم تحركوا لإنقاذ الموقف كان ممكن تلاقي اللعيبة دي لا يمتلكها الزمالك. النهاردة أقدر أقول لك الزمالك أنهى على كل المشاكل الخاصة بمستحقات اللاعبين، وكل لاعب خد الشيك بتاعه بعد تمرين الثلاثاء، وده كابوس اتزاح 750 ألف دولار فقط دفعة واحدة خدها أشرف بن شرقي فقط، والباقي كل لاعب خد كامل مستحقاته المتأخرة، لأن لسه في حاجات ما جاش ميعادها، واجمالي المبلغ من 18 ل 20 مليون جنيه. فانا بحيي الكابتن اشرف قاسم على تواصله مع الاعلام، وبحيي الكابتن ايمن يونس على ليل ونهار بيشتغل عشان يوفر للفريق سبل الراحه، وعبد الحليم علي الذي لا ينام من اجل فريق الزمالك ومن اجل لاعبي الزمالك، يكونوا مرتاحين، ثلاثي متفاهم وثلاثي محترم، لهم منا كل التحيه والتقدير، وهم نعمة السند للزمالك في الأزمات، ونعمة السند للجنة القضائية التي تدير النادي. ده كلام مهم بس عشان تعرفوا ان الكلام اللي قاله الواد ده عاري تماما من الصحة، ابن الصاجط. كمان في خبر، يعني جنش وابو جبل يطلبان تعديل عقديهما مع الزمالك زي عواد، ده نشر الوطن. وانا عرفت ان الكابتن ايمن والكابتن اشرف والكابتن عبد الحليم حريصين ان يكون في عدل، وان كله يتراضى وكل المشاكل تتحل. فاعتقد ان شاء الله سواء جنش طلب هو وابو جبل او الكلام ده كله، كل المشاكل ستحل وتبقى على ما يرام في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. كمان عندنا تصريح للكابتن أيمن يونس من أخبار الزمالك اللي معانا. أيمن يونس، نعمل بشكل متواصل على ملف تجديد وتعديل، أو لسه بتكلم أهو، وتعديل العقود وإبرام التعاقدات الجديدة
والكابتن أشرف رد على الكابتن أيمن وقال إن الكابتن أيمن يونس يعمل بشكل متواصل في هذا الملف، وإن كل ملفات اللاعبين يسهر عليها ليل نهار من أجل التعديل والتجديد، كل واحد على حسب مشكلته، وسوف يكون هناك أخبار طيبة لجماهير الزمالك خلال الفترة المقبلة. ده كان تصريح مهم جدا أيضا للكابتن أشرف قاسم، وده ليه مدلول كبير جدا نشره في الجول، لأنه الكابتن أشرف هنا بيكبر من قيمة الكابتن أيمن يونس، وده شيء لم نعهده منذ 6 سنين. شايف التآلف والحب والمحبة والاحترام حاجة في منتهى الروعة، إن أشرف قاسم يتكلم بالشكل ده عن أيمن يونس، وأيمن يتكلم باحترام عن أشرف قاسم وعبد الحليم علي. روح جديدة وحياة جديدة، والزمالك قادم وبينضف بشكل كبير جدا.